الحمد لله. خلينا اقول لك بصراحه، اي حد في الدنيا اما بتعمل حاجه انت، اما حد بيابريشي بي بي بيقول لك الله ينور، انت تبقى مبسوط. برزنتيشن في الوقت ده محتاجه ده، والحمد لله اديت النهارده اديت لنا ده. اديت عملت النهارده حاجه انا بصراحه ما كنتش متوقعها. هم قالوا لي تعالى ايفنت حضرتك تبقى معانا وحاجات كده، ما توقعتش هم هيكرموا برزنتيشن. بامانه التكريم ده انا كنت محتاجه جدا. رجال البرزنتيشن كانوا محتاجينه، الشركه محتاجاه، لان احنا بجد تعبنا جدا. وحلمك بقى انك توصل يوم الجمعه باي طريقه يعني. الحمد لله اللي عملناه اخذنا رضا العالم، العالم كله بيتكلم عن التنظيم. مش عايز اقول لك كميه العروض اللي جايه البرزنتيشن لتنظيم احداث رياضيه في افريقيا وفي الوطن العربي قد ايه. الحمد لله يعني. مفيش انا ما بعملش حاجه، انا في الاخر راجل استراتيجيات، بعمل استراتيجيات، بعمل افكار، بعمل، لكن في الاخر في رجاله بتنفذ برزنتيشن اللي الناس بتعرفوش، ولازم الناس تفخر بيه. برزنتيشن فيها احسن رجاله في مصر، احسن تيم موجود انا في وجهه نظري يعني، مع احترامي لكل الناس لكل الشركات، احسن تيم في مصر. والنهارده بقول لك احسن تيم في منطقه الشرق الاوسط. بعد اللي احنا عملناه في بطوله كاس افريقيا توتال 2019، انت ممكن تلاقي اي حاجه واستنتج اي حاجه وتوقع كل حاجه. انا ما ينفعش اتكلم في الكوره، لكن اللي يفوز يفوز. نفسي في ماتش يخلص 3-3 وضربات جزاء ان شاء الله يعني. اهم حاجه عايز ماتش يبقى فيه كوره حلوه جدا. حفل افتتاح ان شاء الله، سيرموني حفل اختام، سيرموني بعد البطوله ان شاء الله. هنشوف ليله يوم الجمعه مصر حبات زي في مفاجات يوم الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق باذن الله تعملوا نهائي ولا اروع. ربنا يخليك. قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي.